الآن حديث أنا والله كلما قرأته ينقطع قلبي، يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة، بادروا بالأعمال الصالحة، هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ يعني المستقبل، فلان بالأربعين، خمسة وأربعين، ستين، أربعة وستين، سبعين، ثلاثين، المستقبل بشكل واقعي وعلمي من دون وهم، شو في قدام الإنسان؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ يعني واحد عنده ثلاث بنايات بحمص وثلاث سيارات وتاجر كبير، ثلاث أبنية يهودي مات واحترقت السيارات وسكنوا 12 شخص بغرفة واحدة بالشام، مين بيفكر هيك يصير معه؟ وضعه المادي جيد جدا، هيك صار. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ في فقر بنسي كل شيء، أو غنى مطغيا. واحد عنده زوجة وصالحة ومحجبة، سافر لبلد آخر، قال لها بتجي لعندي بأفضح ثياب أو بطلقك، هذا غنى مطغيا، الغنى حمله على الطغيان. أو مرضا مفسدا، يعني والله أي مرض يا أخوان بيجعل حياة الإنسان جحيم لا يطاق. في أمراض عضالة انتهت حياته، بيعيش بالعذاب. إذا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا؟ كبر بالسن، صار يعيد القصة 10 مرات، وبيجوا ضيوف ما عم يطعموني، بيستحوا أهله فيه، بيكون عميد أسرتهم، لك شخصية مهمة، يعني واحد من كبار أغنياء الشام يطلع ما يرجع، فقد ذاكرته، يطلع يمشي بهالطرقات، يبحثوا عنه، يربطوه بعدين. والله في أمراض يهان الإنسان إهانة لا يعلمها إلا الله. تعرف قريبة لي، يعني الوضع المالي جيد جدا، أصيبت بشلل، أول جمعة خدمة 15 نجوم، كل جمعة تقل نجم تقل درجة، آخر شيء الله يخفف عنك. هالإنسانة اللي ربت أولادها وبناتها بعد شيء 10 أسابيع ما بقى يتحملوها. والله يا أخوان ما في دعوة هيك، أدعوها من أعماق قلبي إنه الله لا يبركنا، بتم محترم مكانتك عند أولادك من حولك، لما برك الإنسان صار عبء، والإنسان إذا برك ثقيل حمله على المرحاض وشغله. فما دام الواحد بصحته، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، هذا من الدعاء النبوي الذي كان يكثر منه النبي الكريم. هذا الحديث أنا بحب من حين لآخر أحكي الحقيقة المرة، بادروا بالأعمال الصالحة. يعني مرة هي قصة وقعت، واحد بدوي ساكن بجدة، لما جدة توسعت وتوسعت طولاً صار قطر جدة 90 كيلومتر، عمان 60، هي الشام الضخمة 15 كيلومتر، عمان 60 كيلومتر قطر الطولي، يعني شمال جنوب، جدة 90. فهذا لما جدة توسعت أرضه وليت، هو أعرابي ما عنده خبرة بالأسعار، إجا مكتب عقاري خبيث جداً اشتراها منه بربع قيمته، بالربع، وعمروا بناية، البناية شفتها بعيني 12 طابق على البحر. هالشركاء ثلاثة، أول واحد وعي من سطح البناء إلى الأرض نزل ميت، والثاني دهس، قام فكر الثالث، كأنه فكر تفكير صحيح إنه هي من هالشروة، بحث عن البدوي 6 أشهر حتى عثر عليه، 6 أشهر.
فلما عثر عليه أعطاه ثلاث أمثال حصته. قال له البدوي بقى باللغة البدوية: ترى أنت لحقت حالك، ونحن ما دام القلب هيك من لحق حالنا، طالما القلب عم بينبض صلح. يعني بيذكر إنه في دين ما سدد سابقا، تسدد هلا. والله مرة واحد بيع عقادته، فات واحد لحش له 10 ليرات، شو هي؟ قال له: مرة آكل من 20 سنة قادته، ما دافع حقها 10 قروش، دفع مقابلها 10 ليرات، بيخلص. هون في مشكلة، ما دام في قلب ينبض كله بيصحح، في ديون تؤدى، في مسامحة بتتم. أما أنه ما يفكر بالمستقبل، يعني الإنسان هو ومكانته كلها منوطة بضربات قلبه، وقف انتهى كل شيء. بناية 80 طابق بباريس لواحد من الشام انتهت، لم تعد له. كل أملاكك وهيمنتك ومكانتك و و و منوطة بضربات قلبك أو بسيولة الدم. شوي جلطة، تجمد ذرة الدم، يعني ذرة والله لا ترى بالعين، إن تجمدت في بعض أوعية الدماغ فقد بصره، فقد سمعه، فقد ذاكرته، فقد حركته، انشل. فنحن تحت رحمة الله عز وجل، نحن بالتعبير المعاصر سريعو العطب. كل هيمنتك مبنية. الملك سعودي خسر بالدماغ 10 سنوات على الكرسي، ملك فهد 10 سنوات على الكرسي صار، هي الطب كله بين إيديه، في يذهب إلى أي مكان بالعالم. نعم، فالإنسان بده يعيش المستقبل. أنا والله بحب طمي من تعلم القرآن متعه الله بعقله. يعني أنا بقول الناس بيتفاوتوا بخريف العمر فقط، الشباب كله مثل بعضه، نشاط وحيوية وقوة. أما وين التفاوت؟ بعرف أستاذ في الشام بلغ 97، فإذا كان سألوا إخوانه الكرام: يا سيدي، ما هذه الصحة التي حباك الله بها؟ يقول: يا بني، حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقياً عاش قوياً. لي صديق زرته مرة بالعيد، فتح لي والده، قال لي: والله محمد مو هون يا ابني، يعني بيطلع لنا عندك 5 دقائق. قلت له: والله فوت. فتت بادرني فقال، قال لي: يا ابني أنا عمري 97 سنة، عملنا امبارح تحليلات كاملة، بول ودم طلع كله طبيعي. قال لي: بس والله يا ابني أنا الحرام ما بعرفه، لا حرام النساء ولا حرام المال ما بيعرفه بحياته، من عاش تقياً عاش قوياً. وبشركم جميعاً، امشي صح لك خليف عمر متألق بذاكرتك القوية، بمكانتك الاجتماعية الأسرية، الكل بيحترمك كبير، أنت شوية خلل بالدماغ انتهى. بعيد القصة 100 مرة، ما عم يطعموني، وأيام بيتلقى إهانات الواحد من أهله لا تحتمل. في عنا رجل من كبار الأغنياء، سبب غناء، كان طبيب نسائي وحيد بالشام كلها، ما في غيره، ما بيطلع من عيادته إلا بعرباية، ما كان في سيارات، عرباية وليرة ذهب، ليرة ذهب، يبيعوا الفرشة مشان يعطوا ليرة ذهب، ما بيطلع. جمع ثروة طائلة، عمر بيت بأحد أكبر أحياء دمشق وأرقاها. البيت شفته أنا، مو بس حجر، الحجر مزخرف كله من برا. هذا الإنسان أصيب بجلطة، فقد حركته. هالزوجة تحملته شي 6 شهور، بعدين نقلته على الأبو تحت، في أبو حطت له تخت وتغيب عنه. لك إلى الصانعة وين الخانون؟ ما تجي. كل 5 6 أيام تطلع عليه طلة، تقول له بالحرف الواحد تضرب قد الخانون، شو بدك بالخانون؟ مالك عم تاكل؟ بطولتك بخريف العمر. والله فت لعند عالم بحلب، أقسم بالله ملك مو هيك، عمره شي 97 سنة، بس محترم، معزز، مكرم، البيت متواضع، بيت يعني عربي بسموه، ما في بناية، بس نظافة، أطافة،
أولاده حوله، تلاميذه حوله، مثل ما هي. فالبطولة خليف العمر، فكل ما الواحد اتقى الله بشبابه بكافئه الله بخليف العمر. يعني حتى الشيء بالشيء يذكر. ورد بالأثر أنه من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت، ما بيخرف. هي الصلاة ما بتخرف. قال لي مرة طبيب، قال لي عن وحدة مريضة من أقربائي، قال لي حاكوها. شو الحكية؟ قال لي بس تحاكوها بتضطر تجاوب، لما بتجاوب بتتنشط الدورة الدموية بالدماغ. بيجي واحد بيصلي أربع ركعات، أول تنتين مع سورة، تنتين الثانيات ما فيهم سورة، نشاط. ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، سمع الله. هالحركات والسكنات والقراءات هي نشاط دماغي هي. فلذلك من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. كل بطولتك تعيش المستقبل. والله في ناس بيموتوا موتة، يعني شو موتة؟ واحد من كبار المحسنين بالشام، من كبار المحسنين، يعني بأسرته وبعائلته الكبيرة ما في شاب ما زوجه على حسابه، واخذ له بيت، له مكانة تفوق حد الخيال. إمتى مات؟ ليلة القدر وهو يقرأ القرآن. عالم بمصر كشك، قال له يا رب اقبضني ساجدا. مات بالجامع يوم الجمعة ساجد. الموت بيلخص لك حياتك الماضية كلها. في موتة، وفي ناس بيموتوا بالمرحاض. واحد ادعى النبوة بباكستان، غلام محمد، بالمرحاض مات. الموت بيلخص الحياة كلها. لذلك بادروا بالأعمال الصالحة. هل تنتظرون؟ يعني في قدامنا جميعاً كلياتنا، وأنا واحد منكم. هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ أو غناً مطغياً؟ أو مرضاً مفسداً؟ أو هرماً مفنداً؟ الهرم المفدد بيخرف يعني. أو موتاً مجهزاً؟ أو الدجال؟ يا لطيف، هذا الدجال سمي بالأحاديث أعور دجال، يرى الدنيا ولا يرى الآخرة، يرى مصالحه. الغرب مصالح الشعوب تفوق حد الخيال، مصالح شعبه هو. يعني الفرد الأمريكي يعامل في أمريكا معاملة تفوق حد الخيال. كنت مرة بالدنمارك، يعني اللي دعاني سوري بس معه جنسية، قرايبه راح يعمل نزهة باسطنبول، صار معه حادث، بيخبر حكومته، تجي إسعاف بياخذوا من المكان الحادث على المطار على الدنمارك، والسيارة يعوض عليها واحدة جديدة من موديل سنتا. بعدين بيعطوه شيك بالذهاب والإياب والمصروف. أنت كنت رايح تعمل نزهة، التغت النزهة، هي الشيك مشان تعمل نزهة ثانية. هكذا يعامل المواطن هناك، شيء يفوق حد الخيال، يفوق حد الخيال. فالإنسان بده يعيش الموت. الموت في مغادرة. كنت مرة بديترويت ماشي بالطريق، لقيت مقبرة، أنا حبيت أعملها ملاحظة، قلت له أنتم بتموتوا؟ قال طبعاً، مثل حكايتها معناتها ما في مشكلة، بيموتوا. قد ما كنت غني بده يموت الواحد، قد ما كان قوي بده يموت. بالعكس، سبحان من قهر عباده بالموت. والله مرة بعرف شخص، يعني البيت بالشام حقه 10 ملايين، خمسة في بيت بينسكن 100 متر، في 15 في 20، بيته حقه 180 مليون، بأرقى شوارع دمشق، بناية 12 طابق مساحته 450 متر. هو والد صديقي مات. المقبرة بأيام الشتاء والأيام مطيرة كانت، فتحوا القبر، والله مياه سوداء، فلتان سياء مياه مالحة على القبر. أنا واقف، سألوا ابنه، قال له شو نساوي؟ حطوه.
أنا جمعة ما أقدر آكل، بعرف مستوى المعاشي، بجيب حرامات من فرنسا مهير ما لا وزن، يعني مرفه حاله رفاه. هذا الموت ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، وغنى الغني وفقر الفقير، ووسامة الوسيم ودمامة الدميم، وذكاء الذكي وغباء الغبي. مني كل شيء. أنا أقول كل بطولتك أن تعد لهذه اللحظة التي لا بد منها، وما بتعرف إمتى بتجي. في عندنا إمام الله يمد بأعمار الأئمة كلهم، صلى الظهر بالجامع، العصر صلوا عليه بنفس الجامع، الظهر صلى، العصر صلوا عليه. كنت مرة بالمغرب ماشي بمكان، واحد بياع ساعات كاتب لوحة، كاتب صلي قبل أن يصلى عليك، صلي قبل أن يصلى عليك. فهون بادروا بالأعمال الصالحة. هل تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو غناً مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر. تجي الدولة على العراق بتنهب، بتسرق، بتقتل، بتمثل بالجثث، بتدمر، ما خلوا شيء. بيقول لك جئنا من أجل الحرية. أني حرية؟ يعني أنا بقول ما في إرهاب بالعالم أقوى من الغرب. أكبر الإرهاب بالغرب موجود، بيحتلوا الأرض، بينهبوا الثروات. بموريتانيا في منجم نحاس بريطانيا استغلته 50 سنة بدون مقابل، بدون مقابل. رحت لبلدة اسمها غينيا، أكبر منجم ألماس بالعالم بغينيا، أكبر منجم ألماس. ما بتعطي أمريكا وبريطانيا للشعب شيء. إذا كان بتاكل بردقاني بتحط الشيء بالطريق بياكلوه وراك رأسا. أنا ما مر معي فقر، وقهر قد الفقر. الشعب يعني بيشتغل 10 ساعات بس ليأكل فقط. أما في دعم للدخان والمخدرات والملاهي الليلية، 3/4 المصاريف على الدولة. لما الإنسان يغرق بالمعصية انتهى، ضعيف. فلذلك في حديث بلفت النظر، رجال معهم صياط يجلدون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. ما العلاقة بينهم؟ في تنافر. حديث واحد، بعضهم قال الأقوياء لا يستتب لهم الأمر إلا بفسق الشعب. لما يروج الفسق والرزيلة، لما لا يعاقب على الزنا أبداً، اعتبروا السيارة بيت في بعض البلاد بيت. فإذا واحد حاب يزني بوحدة بيأخذ على مكان جميل بعيد بيزني فيها، ولا أحد يستطيع اقتحام السيارة عشان ترويج المعصية. وكل ما الشعب فسق حكمه سهل بيصير، كل ما الشعب فسق حكمه سهل، وكل ما آمن بخوف يصير. صار في مواجهة، صار في جرأة، وإذا مآمن بالآخرة ما بيهمه. أو مرضاً مفسداً، أو موتاً مجهد، أو الدجال، فشر غائب ينتظر. والدجال الأعور ورد بالأحاديث، هو في شخص الأعور الدجال شخص، بس الأعور الدجال نموذج متكرر. أعور يرى الدنيا لا يرى الآخرة، يرى الغرب مصالحه لا يرى مصالح الشعوب، يدمرهم. كنت بالجزائر، فرنسا حكمتهم 130 سنة، لما دخلت كان نسب المتعلمين 90%، خرجت 10%، منعت علم. والله سمعت قصص ما بيصدق العقل. يعني حي بالجزائر لأنه أحد أفراد الحي انتقد الحاكم الفرنسي، قصفوه بالطائرة، 12,000 ماتوا بليلة واحدة. رحنا على الصيف المطار، مطار الشهداء، لأنه فرنسا وعدت الجزائر أن تمنحها الاستقلال عند انتصارها بالحرب العالمية الثانية. انتصرت، مشيت مظاهرة بالصيف من أجل تحقيق وعد فرنسا، قتلوا 43,000
قصف الطائرات. فالمطار مطار الصيف مطار الشهداء. أنتم ما أنا رحت الجزائر مو معقول كأنه توحش، ما في وحشية تفوق وحشية فرنسا. هذول الغرب والله أنا بقول إن لم تكفر بهم لن تؤمن بالله، إن لم تكفر بهم لن تؤمن بالله. فأخوانا الكرام، فشر غائب ينتظر أو الساعة، والساعة أدهى وأمر. الساعة موت كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل. نحن كنا بالخمسينات إذا حبوا إعدام شخص شنقاً تزحف الشام كلها تشوفه شنقوا واحد، هلأ كل يوم في 200 عادي، صار خبر ثاني خبر رابع صار عادي، كل يوم 200 والأصح 400، و400 معتقلين، و400 مهجرين، و400 معاقين، و400 مرضى، و400 والعالم كله ساكت. بيبعثوا كلبة للفضاء، الروس لايكا اسمها، العالم الغربي قام ولم يقعد. هلأ بينقتل 400 ألف، وتدمر 6 ملايين بيت مدمر، و12 مليون لاجئ ضمن البلد، والعالم ساكت، ولا كلمة ولا تعليق ولا إشارة ولا خبر. فنحن ما لم نكفر بهم لن نؤمن بالله، والدليل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروة الوثقى. أخواننا الكرام، يعني هيك بس بعض الملاحظات. كلينتون سمعته بإذني بخطاب طبعاً مترجم، أنه نحن قتل برواندا 800 ألف، وكان بإمكاني أن أحقن دماء 400 ألف لكني لم أفعل. 400 ألف كان بإمكانه أن يحقن دماءهم لكنه لم يفعل. إجا كلينتون للمنطقة، زار دمشق ورام الله وتل أبيب، وزار أسرة الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط، 4 بنود، الرابعة أسرة أسير، وقلنا عندهم 11800 أسير. ما خطر بباله يختار أسرة واحدة بس. والله مو شايفيننا يا أخوان، مو شايفيننا إطلاقاً. هالأمة العربية بكاملها، هال250 مليون، والله مو شايفيننا. والله يعني أمة عربية تملك نصف ثروات الأرض، مو معقولة نصف ثروات الأرض، وبتملك من مقومات الوحدة ما لا تملكه أمة أخرى، ومع ذلك مثل ما شايفين نحن أفقر شيء. ببعض الدراسات بأمريكا أفقر أمة العربية ومعهم نصف ثروات الأرض. فبدها صحوة، بدها عودة إلى الله. وإذا أنت شفت الناس ما التزموا، لحق حالك أنت، ديننا دين عظيم، جماعي فردي، بتطبقه أنت لحالك تخطف كل ثماره الفردية. والحمد لله رب العالمين.